النهارده كان في كمان حدوته بنترجى الشورت المصري، عايزين شورت من مصر، ايه بقى؟ موضوع الشورت ده يا جماعه احنا في الاجتماع الفني استقر ان الاهلي امام البايرن هو الهوم، فهيلعب بزيه الاحمر، لكن البايرن عشان بيلبس ابيض كاملة او هيلبس ابيض، فكان لازم الاهلي يغير الشورت يلبس شورت اسود، يعني فانيلا حمراء شورت اسود شراب اسود احمر. فلما جم يشوفوا الشورت الاسود اللي معاهم لقوه هو الشورت بتاع الطقم الرمادي، لما لبسوه او حطوه على الفانيلا الحمراء الالوان مش ماشيه، او بقت ثلاث الوان. فبقيت عايز تجيب، انا عايز اقول لكم حاجه بقى هنا، سرعه بقى التصرف والقرار والتحرك الجماعي في اداره مصحصحه جدا. في خلال 48 ساعه تم مخاطبه القاهره في النادي، جهزوا لنا الشورت الاسود، جهزوا 50 شورت بالارقام اللي الشورت بتاعنا وسلموها، وكلمنا المسؤولين في مصر الطيران ان هيجي لكم الساعه كذا الشرطات، فالشرطات وصلت، هتوصل بكره الصبح، هتوصل بكره الصبح، بس هتوصل كده بالسهل؟ لا هتتحط في الحظر والحجر لما الشرطات تدخل العزل هتتعقم؟ هتتعقم تقعد 4 ساعات. خالد مرتجي قال لك ده هتفضل تحت العزل 4 ساعات. 4 ساعات بس الشرط اسعد من الانسان. يعني بنقعد يوم، هم بيقعدوا 4 ساعات. فعايز اقول يعني ان دي يعني الناس المهتميه بالتفاصيل بتوجد الحلول في التوقيت المناسب يعني. وتم حل مشكله اللبس، وبكره ان شاء الله الاجتماع الفني صباحا للمباراه هيكون التاكيد مع مسؤول الفيفا على كل الاجراءات المطلوبه في المباراه. مباراه انتوا بتتكلموا في نصف نهائي كاس العالم، الاهلي وبايرن ميونخ، مباراه هنا بتحظى باهتمام كبير جدا، وكل الناس حتى في الاوساط الاعلاميه العالميه لا حديث الا عن سيمي فاينل كاس العالم للانديه، الاهلي وبايرن ميونخ. وهتشوفوا الفريق الالماني بالمناسبه كان اتاخر وصوله، كان عنده مشكله في الاقلاع، لانه لما راح على مطار برلين احد المطارات الاقليميه الصغيره مش مسموح فيها بالطيران الدولي، ده فاتحجز 7 ساعات لغايه لما رومونيجي قال جاي طيران برلين، ورجعوا سمحوا لهم ومطار بعد برلين 7 ساعات. اصعب مطار في التدقيق في العالم. انا وقعت في هذا المازق. يعني والله شفت واحده ست المانيه معاها اطفال صغيرين، كانوا بيفتشوا الشنط الصغيره اللي على ظهر البيه الاطفال، ودي زياده، ويطلعوا كراسه يعني بهدله. وشنط الستات تتوزن، يعني طول الهاند باج عمرها ما اتوزنت. فالست كانت تبقى معايا شنطه هاند باج والشنطه بتاعتها، الاثنين كانوا بيتحطوا على الميزان. فلا اجراءات الالمان مشدده جدا، لا في المطار ده بالذات. وصلت بعثه بايرن ميونخ، بكره هيتمرنوا والاثنين المباراه ان شاء الله. بكره كمان مباراه المركز الخامس، الدحيل القطري هيلاعب هونداي الكوري على المركز الخامس. الحمد لله ربنا عافانا منها، مش كده؟ ما بحبهاش المباراه دي ابدا. يعني احد المراكز اللي ما خدناهاش والتي وبتبقى لا اتمنى فيها ان نحصل عليها. انت رايح سيمي فاينل على طول يا رب، يعني انت يا تالت، يعني انت هتلعب لو ربنا وفقك تلعب الفاينل، لو مفيش نصيب هتلعب على البونزي، تلعب التالت ورابع ان شاء الله. وبالميراس طبعا هيلعب بطل المكسيك. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف اصداء اعلاميه عالميه كبيره جدا ومصريه عن لقاء السحاب في بطوله العالم للانديه، الاهلي والبايرن، بعد الفاصل.